محطة النجوم مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا مساء الخير على كل مستمعي نجوم اف ام وعلى كل مشاهدي نجوم تي في، وحلقه جديده من محطه النجوم. كل يوم خميس من الساعه 8 لحد الساعه 10 بكون معاكم هند رضا لمده ساعتين، وببقى مبسوطه قوي ان انا موجوده يوم الخميس والساعتين دول معاكم. يعني اسبوع كده بغيب وبرجع full of energy ونشاط، ومبسوطه ان انا في اللحظه دي قدام المايك، وتحديدا طبعا في محطة النجوم. انتم متعودين معنا دايما في محطة النجوم ان بنستضيف المع النجوم اللي عشقناهم حبيناهم، عندنا ذكريات كتيرة جدا جدا معاهم. ولما بتكلم عن ذكريات فهي فعلا ذكريات، تحديدا النهاردة بخصوص حلقتي كمان وضيفي النهاردة اللي منورني. ناس كتيرة جدا هترجع كده وتقول ذكريات الكاسيت والصور اللي كانت متعلقة في كل حتة من كتر حبهم في ضيفي النهاردة. النهاردة الحقيقة معايا صاحب أنجح أغنية في تاريخ الأغنية المصرية والعربية، الأغنية اللي انتشرت بسرعة جدا وبقى الطبيعي انك تسمعها في أي مكان وفي أي وقت. معايا النهاردة النجم اللي قدر بأغنية واحدة بس انه يكسر أرقام قياسية. الحقيقة دلوقتي اليومين دول يمكن بقينا بنعرف يعني ايه رقم قياسي بيتكسر من خلال نسبة المشاهدة على اليوتيوب. هو ده عمله بقى قبل ما يبقى فيه يوتيوب او يبقى فيه اي حاجة. رغم بقى النجاح اللي حققه ده غاب بعدها عن الأضواء سنين وسنين، نجم لولاكي النجم الكبير علي حميدة. يا أهلا يا هند، ازاي؟ منورنا. يا رب يخليك، انت منورين الدنيا كلها، مبروك عليك القناة. ايه رأيك في التطور اللي احنا عاملينه ده؟ واخدين شكل جديد، ستايل أوروبي خالص جميل، بيواكب العصر وبيسبق حاجات كتير قوي وناس كتير قوي. انت دايما بتحب المختلف مش كده؟ لازم عشان اتميز لازم اختلف مش كده؟ طبعا. احنا مبسوطين اولا انك منورنا النهارده هنا في نجوم اف ام ونجوم تي في، وتحديدا في محطه النجوم. جمهور كبير بيحبك وذكريات كتيره متعلقه بيك وبلولاكي تحديدا. يعني اغنيه ما شاء الله عايشه لحد النهارده، وانت اكيد عارف ده كويس. لما بتروح تحضر اي حفلات او كده لولاكي ليها علامه مسجله كده. هي يعني نقعد نغني ساعتين مثلا في حفله بتاع، اول ما نقول له لكي الاقي الدنيا اتقلبت تتقلب، ولكن في حاجات تانية ناجحه برضو معاها اكيد. يعني هي بس دي ناجحه نجاح كده، هي البصمه الاولى. البصمه الاولى يعني انت مثلا تقولي عبد الوهاب لحن لام كلثوم ايه؟ مش هتقولي فكروني، ولا تقولي امل حياتي، ولا تقولي انت الحب، ولا هذه ليلتي، ولا غدا القاك، تقولي انت عمري. ايوه، لانها البصمه الاولى. هي البصمة. فالبصمة الأولى هي تفرض نفسها دايما عدوية مهما غنى برضو الصح ندحمه. الصح ندحمه. يعني بتيجي على ذهن الواحد على طول الانطباع الأول. فلولاكي طبعا الأغنية كلمات الأستاذ عزة الجندي وألحان الأستاذ سامي الحفناوي، كلمات جامدة يعني، كلمات كويسة، وكانت على مصر هي، ما كانتش. ما احنا هنتكلم عن ده، هنتكلم، هنروح للمحطات. فالمهم ان الأغنية بصفة عامة يعني ملحن ومؤلف ومطرب وشكل جديد وتوزيع. التوزيع حميد ده ما لناش دعوه بلمسه النجاح. ده لمسه النجاح، مش عايز نقاش. تلاقي كل ده كون النجاح ده. وطبعا وشكل الامور ده يبقى في التصوير برضه. استاذ علي حميده بقول له، بيقول انا ما كنتش عارف ان تلفزيون وكده ومش عامل حسابي والمكياج بقى وكده. فقلت له انت حلو يا استاذ علي على طول. قال لي ما انا عارف، انا امور، انا مش محتاج مكياج. دمك خفيف كمان، دمك خفيف كمان. طب احكي لي كده قبل ما ادخل معاك في الكلام بقى والمحطات وكده، اخر مره ركبت فيها قطر كان امتى؟ قطر؟ كان في فرنسا. في فرنسا؟ تحب القطر؟ انا كنت زمان وانا صغير ابعد مكان بنسافر له كان حته اسمها راس الحكمه. طبعا تبعد عن مرسى مطروح 70 كيلو. كنت انا اقعد جنب الشباك واحط دماغي على الازاز. يديني رتم معين اقعد اغني على الرتم ده.
كنت تغني تشك تشك بك تشك تشك اخلوها لك اغني على الريتم ده. فكان حنين للقطر، وانا اول مره في حياتي شفت فيها القطر بكيت. ليه؟ حسيت ان هي دي مصر، ما عندناش اي حاجه احنا هناك في مرسى مطروح، كان نكون منفصلين اياميها. لا شفت الاهرامات ولا شفت النيل ولا شفت الحاجات دي كلها، فالقطر ده بالنسبه لي بيمثل عظمه مصر كلها. صح، هو ده العظمه كلها. ده ايه ده اللي ماشي ده جامد جدا. شفته عيط يعني واحد لحظه يعني ما تنساهاش. والسفاره بتاعته والجو جميل، حسيتها في شيء عبقري ماشي في الصحراء. ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي. بكيت، كنت صغير جدا. صح. لا الاصل القطر، كل واحد فينا ليه ذكريات. ذكريات بالقطر. أكيد. يعني يمكن القطر دلوقتي الجيل الجديد يمكن ما يبقاش متعلق قوي بالقطر المحلي. لا، ولكن نتمنى انه يبقى في تطوير يعني للقطر كوسيله مواصلات، لانها حاجه مهمه جدا. طبعا جدا. طيب نبدا بقى. طب نروح فين لو احنا هنروح بالقطر دلوقتي؟ مرسى مطروح. مرسى مطروح مش عايزه كلام. من احلى الاماكن ومن احلى لون ميه وصفاء ميه في مصر هي مرسى مطروح. محطه هنروح لها ده بالتاكيد. طيب قبل ما نبتدي محطتنا وحوارنا، علي حميده مختفي فين؟ انت عارف الاوضه بتاعت الضيوف في اوضه جنبها كده، بقى على نفسي بقعد جوه. انا ما اختفيتش، انا خفيت. خفيت؟ خفيت، ما اختفيتش. في عز نجاحي وفي عز التألق اللي أنا كنت عامله، لقيت ماشي في الشارع في مرسى مطروح، لقيت لك واحد مخبر بيقول لي طالبينك في المحكمة. فبكل سلاسة، وكان صدفة معايا المحامي بتاعي صديقي ماشي معايا. دخلنا على المحكمة، لقيت رئيس المحكمة قاعد وجنبيه كوم ورق، كوم ورق يعني مراجع، اتنين دكتوراه تلاتة دكتوراه كده. فقال لي انت عليك ضرايب 13 مليون. يا نهار ابيض. اكاد انهار طبعا ساعتها. تهرب ضريبي. تهرب ضريبي فين؟ ده جايب لي ضرايب عليا وانا في الكويت. في الفتره دي كان في فتره غباء اداري ضريبي قبل ما يتصلح حال الضرايب. دلوقتي حاجه تانية خالص. طبعا طبعا خالص. طبعا. طب ال 13 مليون دول امتى يعني؟ حتى ده كان بعد لولاكي؟ بعد الولاكي جه الكلام ده، ولكن حاسبين مده قبليها اللي كنت فيها استاذ في الكويت اصلا. فانا بقول له العقد بتاعي ايام كنت ادرس في معهد الكويت، انا ما يتحسبش علي ضرايب. وتعالوا لي بقى 12 فيلم. طب انا عامل فيلمين، 15 مسرحيه، انا عامل مسرحيتين. مش مسلسل، حاجات غريبه اتلفقت لك اواضي يعني. حاجات كتيره جدا، وحفلات باسعار خياليه. ايامها كان ما فيش الاجور بتاع دلوقتي يعني. اتجننت. فاتفرض علي 13 مليون لازم ادفعهم، يدفعهم يخش سجن. وكان ايامها اللي بيدفع ضرايب ده معاملته غير دلوقتي. يعني كان زمان يخش القفص يقعد مع المجرمين ويتحجز، وموال مش سهل يعني. دلوقتي انت راجل بتمول الدوله، يعني لازم اتعامل معاك بسلاسه لانك انت مصدر صحيح دخل الدوله. ف يبقى في تفاوض يعني. طبعا. العمليه النفسيه دي خلتني اسيب القاهره خالص. انا كنت ساكن في اجمل شقه على النيل، شقتي اللي زي ما قال الفنان محمد منير، المربع اللي عملت عشان اعيش فيه بعد مجهود كتير قوي. انا كنت ساكن في اوضه على سطوح خشب وانا طالب في المعهد. خدت شقه على النيل، يعني شقه مهوله فارشها من بره، عايز اعيش حياتي بقى. كان فين؟ كانت في الجيزه. في الجيزه جنب وزاره الخارجيه كده. شقتي، وكان تحتيها شقه عامله استراحه لابناء مرسى مطروح. طالب مجند، واحد مريض، حد كنت عمال عمل خير، شقه خدوا الاثنين. وبعت حاجتي، وبعت كان معايا ثلاث عربيات بعتهم، يعني اتبهدلت بهدله. فجت لي عمليه نفسيه ان انا اقعد في مرسى مطروح. رحت قعدت في مرسى مطروح. قعدت في مرسى مطروح بس وسديت الفلوس بالحاجات اللي انت يعني لحد ما سددتهاش كلها طبعا. انا اتظلمت جامد في الضرايب، سددت مبلغ معين، وبعد كده قلت لهم يعني معيش، سيبوني اشتغل عشان ادفع. الضرايب جات لي مش بعد الولاكي، ده جات لي بعد الولاكي باربع سنين او خمس سنين. كنت عامل شريط كونيلي، كان
عامل نجاح رهيب. ناديلي واحكي لي طبعا. كان الشرايط كلها يعني عملت يعني توزيع، فتحت مجال نوع مزيكا جديد. طبعا. هو طبعا المزيكا الجديده دي بفضل لمسه نجاح حميد الشاعر، اكيد كان ساعتها احنا بنسميه، انا مسميه لمسه بليغ حمدي، كان يلمس اي فنان ينجح. واخد بالك؟ فردة الفعل اللي عندي انا كرهتني حتى امارس العمل الفني. قفلت. رحت بقى قعدت في بيتي في مرسى مطروح على البحر كده وخلاص، وبحر وطول النهار وفي البيت. وبعدين ساعتها كنت بعمل الدكتوراه. فقلت لا ما ينفعش اخلص الدكتوراه بتاعتي، فاجيت على القاهره واجرت شقه مفروشه يعني بعد ده كله يعني، وقعدت اعمل الدكتوراه. وعملت ساعتها شريط لصوت القاهره. لصوت القاهره اسمه خان العشره، وكان من اجمل الشرايط اللي عملتها. فلغايه ولكن نجاحات الحاجات دي ممتد لغايه دلوقتي. اكيد يعني أكيد. انا في اي مكان بالناس، في ناس والله بيقولوا لي اغاني انا مش فاكرها. لا ما هو بالتاكيد علي حميده بصمته موجوده الحمد لله ولحد اللحظه دي الحمد لله. بس كانت الناس يعني متوقعه ان اكيد علي حميده كان ممكن يبقى موجود اكتر بكتير. صح صح. فدلوقتي انت شرحت لنا ليه علي حميده ما كانش موجود بالشكل اللي احنا كنا منتظرينه بيه. بالظبط. هنعرف تفاصيل اكتر وقصه نجاح بمطبات ومحطات كتيره جدا انت مريت بيها وواجهتها في حياتك. بس بعد الفاصل اللي جاي. 1006 رقم الاس ام اس، facebook.com/nugumafm دي صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. طبعا تقدروا تقولوا كل اللي انتوا نفسكم تقولوه لضيفي النهارده النجم علي حميده، وهنطلع لاحلى الاغاني ليه، واغنيه يعني بس تتسمع في اي حته تلاقي الدنيا ايه بقت بترقص كده. وليلو النهارده حلقه يعني الحقيقه هتبقى لذيذه لان اغانيك كلها حلوه. لولاكي. ونرجع على طول في محطه النجوم. محطه النجوم مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية في محطة النجوم على نجوم اف ام ونجوم تي في. وضيفي النهاردة يعني هديله لقب، لان لو تعرفوا برا الهوى هو عامل ازاي. احنا وقعينا روحنا من الضحك هنا انا فلافيو. الكوميديان اللي لسه ما تمش اكتشافه ككوميديان، لسه ما تمش العشرين. الكوميديان علي حميدة. وكنا بنسمع لولاكي وعمالين بندردش. لولاكي يمكن هي محطة أنا أوريدي سايباها كده لوحدها، هنتكلم عنها بتفاصيل أكتر، ولكن هي حدث، هي أغنية تدرس يعني بجميع كده ظروفها. فاحنا هنعرف ظروفها إيه، يعني الخلطة اللي ممكن تخلي أغنية تعيش بالشكل ده. بس قبل ما نروح للمحطة دي، خليني الأول، يمكن من فترة كده جمهورك كان قلقان على صحتك شوية، فعايزين برضو نطمنهم عن حالتك الصحية والمشاكل يمكن اللي تعرضت ليها. وأنا عارفة أن حالك بقيت أحسن الحمد لله. وحمد لله طبعا على سلامتك ويشفيك من أي مرض. الكبد يعني يعني أنت عانيت شوية. كتير. فعايزين نطمن جمهورك. أنا صدمت لما جيت أكشف تحليل لقيت عندي فيروس سي. يعني في مرسى مطروح. دي صورة هنا. كنت في الانتخابات صح؟ تقريبا كده. وقتها كنت تعبان ولا كنت خفيت؟ كنت تعبان. دي صورة وعلي حميدة في الانتخابات، معرفش دي كانت أنهي انتخابات. بس جمالي هو هو يعني ما شاء الله علي قرابي. بيتغزل في نفسه يا جماعة. طبعا امال هتغزل في نفسي انا ونفسي يا معلم. اهم حاجة دايما تكون بخير. يا رب يخليك. ايه اللي حصل بقى؟ اكتشفت ان عندي فيروس سي متطور جدا وشغلانة. وبعدين كنت عانيت يعني، بقيت بتجيلي غيبوبة كتير، كنت انزل عشان اروح المعهد حافي، اقع السلم وانا ما اعرفش التوقيتات. اغرب حاجة تحصل لي التلفزيون يتقسم 6 قنوات قدامي، بشوف قنوات غريبه، والكتابه اللي تحت فارسي. فارسي ما اعرفش جبت الفارسي ده منين. الحروف زي الكتاب الباكستاني كده والحاجات دي يعني ما تتقريش يعني. حاجتي انت بوز عندي التليفون، لا اعرف اتصل ولا اعرف ارد ولا اعرف اعمل اي حاجه. والتلفزيون نفس الحكايه.
يعني حاجات غريبة بتحصل لي الحمد لله يا رب. دكتور رحت عند أعظم دكتور في مصر، مصر فيها دكاترة باقرة، دكتور أحمد مدين، دكتور ده أستاذ الأساتذة وهو عضو في لجنة الأدوية في أمريكا. فرحت له قال لي أنت المرض بتاعك ملوش علاج، ولكن هنعمل حاجة ندوس على المرض بالجزمة كده ما يتطورش. وفعلا قال لي بعد 3 سنين هيطلع علاج اسمه سوفالدي. أيوة. من شركة جيلاد. جيلياد. فبيت مستني الأمل ده بعد 3 سنين. بعد 3 سنين طلع العلاج الحمد لله. أنا كنت رقم واحد على مستوى الجمهورية اللي أصرف العلاج. والفضل يرجع لسيادة الرئيس. حقيقي يعني. وكان بيطمن سيادة الرئيس فتح سيس طبعا كان مهتم بينا جدا 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 من المجموعة الأورنية بجد. طبعا. وكان بيتصل ويطمن علينا يعني. ده شيء ما يعني كان بيشرف ويطمن بنفسه، هو كان كل شيء بيطمن على كل شيء بنفسه. ف لا ده شيء رائع يعني جدا. دي معلومه يمكن جداً. انا اول مره اعرفها، يمكن ناس كتير تعرفها. انسان اصلا انسان انسان وعارف. فبيقول يعني انتوا المرضى الاستراتيجيين بتوعنا نشوف بنجرب فيكم الدواء يعني. الحمد لله يا ربي انا شفيت تماما من هذا المرض الحمد لله. يعني الحمد بقول لله. على الهوى ان في ناس بتشوه العلاج ده وتقول لك ده علاج فاشل. لا انا اقرب مثال، انا خدت سوفالدي 100% وبقالي سنه نيجاتيف. ربنا يا رب يديك الصحة. إن شاء الله يا رب. وإحنا مبسوطين منك إنك أكيد بقيت أحسن. الحمد لله. لأن ده أكيد فرق في نفسيتك. طبعا يعني. عدت السنة دي الفترة اللي نعيم فيها لا أمسك عود ولا أغني. جات لي حالة صدت نفسي كده يعني أغني ليه وأمسك عود ليه، متنكد وخلاص. طبعا يعني أكيد أكيد مرض زي فيروس سي مرض تقيل. صح. وكل زملائي اللي كانوا معايا عيام المرض ده ماتوا الله يرحمه. الله يرحمه. فانا مستني الدور عليا. فالحمد لله الحمد لله يا رب العلاج ده عمل شغل معايا الحمد لله. ودكاتره اسكندريه، انا العلاج بتاعي في اسكندريه مش هنا. لان مرسى مطروح جغرافيا تتبع اسكندريه. فالدكاتره هناك اهتموا بيا جامد. دكتور هشام ايوب ده دكتور ماسك مستشفى هناك في اسكندريه حكومي، كان هو اللي بيراعيني في الحكايه دي. دكتور هشام ايوب ده ما حدوته. وبقيه المرضى كمان يعني يمكن في ناس كانت بتقول خفوا. كانت بتواجه بعض المشاكل انها تلاقي الدواء اصلا. طبعا. بس في ناس كانت هوبلس كيس يعني من غير حاجه يعني. فالحمد لله الحمد لله اللي ما قلبش حاجه تانية. الحمد لله الحمد لله. يبعد عنك اي حاجه وحشه ويبعد عن اي مريض اي حاجه وحشه ويشفي كل مريض. لان الا المرض يعني الصحه دي بالدنيا. انا الاقي حد عين خلاص يعني بتاثر بيه جدا جدا جدا. الحمد لله على سلامك. الله يسلمك. بلاش التراجيديا اللي احنا عشناها دي. الحمد لله. بالعكس ده انت تدي امل لاي حد بيسمعنا دلوقتي طبعاً. يعني ان كل واحد يكون عنده امل اصلا. انت اكيد ما فقدتش الامل في بعض الاوقات. ابدا ما فقدتش الامل وقلت لازم انا هتعالج انا هبقى كويس. كنت يعني بعد فكره ان النهايه على المرض ده لا، قلت انا هنجح هقاومه هنتصر على هذا. وفعلا حصل الحمد لله. الحمد لله. طيب لو بعدنا شويه عن المرض ونروح لاعمالك الفنيه الجديده، احنا سمعنا كده ان علي حميده هيوقع عقد مع المنتج الكبير استاذ محسن جابر. العقد لسه مستمر ولا انتهى؟ احنا اتفقنا انا واستاذ محسن من مده يعني، وعملنا غنوه اسمها ليله لو بس ليله، من اجمل الاغاني صراحه، اغنيه حلوه جدا. وهو راجل سميع. محسن جابر مش هو صاحب شركه بس، راجل سميع ودنه موسيقيه. ولكن عنده زحمه. زحمه جامده عنده. وبعدين المطربين العرب كلهم رغبتهم يشتغلوا مع محسن جابر، فدول برضو مزحزحين الكراسي شويه علينا يعني. واحنا بنرحب بيه ونقول له اهلا وسهلا، احنا دورنا بعديكم مش مشكله. والله حلوه الروح دي. طبعا طبعا. يعني في مشروع قائم، ولكن يمكن نقدر نقول من كلامك متاجل. طبعا. طيب سمعنا برضو ان التعاقد ده مش هيبقى على البوم كامل، ويمكن يبقى بسنجل. هم عملنا سنجل. يبقى اللي جاي البوم كامل ان شاء الله. ان شاء الله. طب شغال عليه ولا لما التعاقد يتم؟ لا انا دايما بتجيلي افكار بقعد افكر فيها يعني حاجات كتير يعني.
الواحد طالما تواجد العود معاه وبيدندن وبيقعد لوحده لازم تجي له فكره معينه، تجي له فكره وبيسيفها. بس ابسيفها واستناها لوقتها واعملها ان شاء الله. جمهورك بيسال ليه علي حميده مقل في حفلات اللايف؟ حفلات ايه يا فندم؟ اللايف يعني الحفلات اللي بتغني فيها مع جمهور. عايز اقول لك انا يوم الجمعه عندي حفله و هي دي الحفله اللي مجمعاكم كلكم؟ والله في ناس كتير بس انا مش عارف. وعندي حفله مع مجموعه كبيره قوي يوم 15 و16، وعلى فكره عيد ميلادي يوم 16. كل سنه وانت طيب. انت برج الحمل؟ الحمل. الحمل الوديع. الوديع وديع مين؟ عندنا بنتباعه لاحمد ضاني على طول. فان شاء الله في حفلات، في حفله كتير بكره كتير في نص الشهر، وعندي حفله في الكويت. طب يعني مش مقل. هم الضرايب بيسمعوا الحاجات دي. انت اكيد دلوقتي بعد الموضوع ده صفيت امورك يعني. لا الحمد لله تمام، انا لسه امبارح مقدم الاقرار. كله ما بقاش في حد بيهزر في موضوع الضرايب ده، ما عشان بقت صح. ايوه، لكن زمان كانت لخبطه ما لهاش حل. ايوه، بتاع الضرايب ما كانش فاهم يعني ضرايب. ايوه صح. طيب في الساحل الشمالي. أيوة. علي حميده بيبقى متالق في الحفلات يعني الله. تحديدا كمان الحفلات البرايفت الخاصه. أيوة. اللي بتعمل في هاسياندا، بتتعمل في الساحل عموما يعني. بقت ظاهره او موضه ان علي حميده لازم يبقى متواجد، حسام حسني لازم يبقى متواجد، الجمهور اللي هناك بقى يعني متحيز اكتر ليكوا للجيل ده. طبعا. شايف ان الحفلات دي عوضتك عن افراح يمكن انت ما بتتواجدش فيها؟ لا بتوجد في افراح على فكره، بس في كده في السكه، في السكرته برضو. الجواز العرفي بس. لا احكي لي يعني الفكره جت منين؟ انت حابب النوع ده من الحفلات؟ انا دايما اللي تعرض عليا بدرسه واشتغله، لقيت في الساحل الشمالي سكان مرسى مطروح بقى. أيوة. يعني ابتداء من اسكندريه منطقتك لحد السلوم بيحضروا لي. انا كان عندي حفله في الصيف اللي فات ده، انا ما كنتش عارف اخش من كتر زحمه. أيوة. والله العظيم. أيوة. دخلت بالعافيه وكانت غير عاديه يعني، انا اتبسطت يوميها جدا جدا جدا. الناس متجاوبه معايا وحافظه الاغاني وشباب صغيرين، فدي مؤثره جدا اكيد. فكلمت المتعهد قلت له بعد كده حفلاتي معاك اعتبرها بنص الاجر. Yeah. حبا في هذا الجمهور وحبا في هذا الشكل. hmm. فكانت حفلات جامدة جدا، واحنا كلنا بنرغب في الساحل الشمالي عشان كده. صح، الساحل الشمالي بكله حيوية، شباب بقى وجو، وانت عارف احنا شباب لسه صغيرين. انا حضرت حفلات من حفلاتك بالمناسبة يعني. والله وفعلا الحفلة بيبقى عليها اقبال شديد والناس بتنبسط جدا. الحمد لله يا رب. والروح اللي انتوا بتبعتوها هي دي حلوة يعني. هي دي بنسميها نوستالجيا بس. ايوه نوستالجيا نايت. بس اقول لك على حاجه، الناس بتيجي وبتسمع كمان. ايوه حافظه وبتغني وكله. مش بنقول الكلام السطحي وزي ما بيتهمونا بال لا، اتحداك ما فيش غنوه عندنا ما هياش مدروسه جامد جدا، كاتبها شاعر كبير وملحنها شاعر ملحن كبير، وتتعمل باحسن مستوى. احنا ما بنهزرش في شغلنا. احنا خدنا اتجاه معين لكن ما بنهزرش في شغلنا اكيد. طب بيبقى ليك شروط معينه قبل ما توافق على الحفلات دي؟ بس المتعهد يكون انسان محترم وخلاص، يكون معروف لينا خلاص. الحفلات القادمه اتكلمنا عنها، في خبر تاني برضو تقول لنا ده صح ولا لا؟ انك كتبت اغنيه جديده لمصر. صح. باسم ادخلوا مصر. ادخلوا مصر واحلف بالله وايماني. احلف بالله وايماني. احلف لك وكل كياني، انا مصري عربي متاصل، راح اغني واقولها من تاني، انا نوبي وبلدي اسواني، من سينا الحره وعربها مطروح وكل العرباني، احلف بالله وايماني. انا بغني بالاقاليم اللي هي مظلومه عالميا شويه، مرسى مطروح وسينا والنوبه. مظلومين. مظلومين. دي عملتها. ايه الكلام الحلو ده؟ مين كاتبه؟ انا اللي كاتب. انت اللي كاتب. وانت اللي ملحن. طبعا. طب وادخلوا مصر دي دي جهزت؟ لا كاتبها شاعر عراقي هديها الى مصر، واللغه العربيه فصحى، ولحنتها وسجلتها فعلا لسه ما صورناهاش. لسه. طبعا. اتقال انك بتحضر مع شركه هولنديه لفيلم عن الرئيس معمر القذافي. ايوه. الكلام ده مظبوط؟ هو اتعرض عليا. والمنتج حبيبي هو عايش في الدنمارك على فكره.
قال لي من اصول لبنانيه عايز فيلم عن القذافي عشان شكلي مقارب القذافي واللهجه المطرحيه اقرب للليبيه للليبي يعني. ولكن لما قريت الموضوع لقيت الموضوع فيه سخريه من معمر القذافي. انا لا مع ولا ضد، هي ثورته ومحر فيها. انا كنت مع القذافي قبل الثوره بسبعة ايام شخصيا في بيته. بجد؟ والله كنت قاعد معاه في بيته. انت كنت على علاقه جيده بيه؟ صديقي وحبيبي. ولكن في حكايه ثوره مش ثوره، دي حاجه تخص الليبيين. تمام. فانا كنت محايد يعني؟ مش محايد، خلي اللي في القلب في القلب يعني. انا بقول يعني مفروض الفنان ما يبقاش له اتجاه سياسي معين لكي لا يخسر طرف ضد الطرف الثاني. وانا ضد الفنانين اللي بيطلعوا في قنوات ويقعد يشتموا في بلدنا ويشتموا في قيادتنا. لا، ده احنا بنحاول بقدر الامكان نحب الغلط حتى ونعديها يعني، واخد بالك ازاي؟ فاهمه قصدي. دي بلدنا وقدرنا، لازم احنا نستحمله ونعمل للاحسن. فبالتالي الفيلم ده لما لقيت فيه سخريه من معمر رفضت. كان اسمه زنجة زنجة. زنجة زنجة كانت الكلمه الشهيره في في وقت من الاوقات يعني. ايوه. شاركت من فترة في حفل ختام مبادرة مصر أم الدنيا. أيوة. ودي كانت لدعم وتنشيط السياحة في شرم الشيخ. يا ترى المبادرة دي كانت مبادرة من علي حميدة ولا كانت بطلب من وزارة السياحة؟ انت عوارا جايب الحاجات دي من فين؟ ايه رأيك؟ لا بجد والله ما شاء الله عليكم، يعني انا نسيت الموضوع ده. احنا مذكرينك كويس قوي النهاردة. لا، هو قالوا لي عرضوا علي الموضوع، قلت له ما تسالوش فنان صادق مع بلده وبيحب بلده هذا السؤال، المفروض اي فنان يتقال له ويمشي على طول. فبالتالي لقيت وزير السياحه كاتب اسمي ومرشحني في الحفله دي، فرحت. كان معايا مجموعه من الفنانين، كان معايا حسام حسني وكانت معايا هنديه ومجموعه فنانين اخرين من الدول العربيه. بصراحه رحنا هناك في الاول حزننا يعني. ليه؟ كنا ماشيين احنا في الشارع لوحدينا. مفيش سياح خالص. شفنا ثلاث اجانب كنا هنصور معاهم يعني، فرحنا بيهم. ولكن بعد الحفلات دي وبعد مجهود كبير عمل الوزير وعملته الدوله، في حركه كويسه. ومن كام يوم 1160 سايح نزلوا شرم الشيخ، وزيهم نزلوا الغردقه. فاحنا عملنا جو وعملنا اثاره والشباب يعني بصراحه كان ما هو ده دور الفنانين، ده دور فنان في ادوار اخرى للناس اخرين. صحيح. يعني الناس العاديين تعالوا زوروا بلدنا بدل ما تروحوا في مكان تاني. سياحه داخليه يعني؟ طبعا مش سياحه داخليه بس كان. ايوه يعني ما اروحش مرسى مطروح يعني. لا ليه ما نروحش مرسى مطروح في الصيف؟ الناس بتغاوي مرسى مطروح. الكوشن مارك موجود على شرم الشيخ والغردقه. لكن مرسى مطروح ما شاء الله حتى بتوع اسكندريه يملوها يعني، ما هيش مشكله. احنا صح اللي بيصيف صح عندنا اللي عندنا فيها ازمه وفي فنادق اتقفلت وفي ناس يعني بيتها اتخرب. طبعا مستثمرين نقدر ومستثمرين هم زي شرم الشيخ والغردقه. بس الحمد لله الى حد ما في تحركات يعني، ورغم حركه الطيران الاخرانيه دي برضو. ولكن موضوع ده اثبت وجود ان مصر امنيا 10 على 10 صح في موضوع الطياره ده. على فكره ده كارت لينا مش علينا، وده شيء جميل. صح. انك انت تعملي كده وتنقذي الناس دي كلهم بتفاهم بسيط واتصال الرئيس شخصيا برئيس قبرص والتفاهم على الموضوع بالراحه، وكانت جامده قوي، كارت حلو. صح صح. طيب تفاصيل تانية قبل ما نروح للمحطه الاخيره مع ضيفي النهارده المبدع الكوميديان، انا هديك الحلقه كلها الكوميديان علي حميده. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل اسئلتكم على 1006 وكمان على facebook.com/نجومفام، على انستغرام ممكن تتابعونا وتشوفوا كمان كل تفاصيل وكواليس الحلقه بره الهواء. تابعونا اكيد على نجوم تي في على 11900 راسي. فاصل ونرجع على طول، خليكم معنا. محطه النجوم مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. آخر محطة في محطة النجوم مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
لسه مكملين معاكم في محطة النجوم على نجوم اف ام ونجوم تي في، ورسائل كتيرة جاية لك. هنا بعت لك رسالة بتقول لك، الأول بتقول لي يا هند يا جميلة الحلقة واضح إنها جامدة جدا، بشكرك، تحياتي للفنان علي حميدة والأغنية المميزة لولاكي من فضلك عايزة أسمعها لايف، عايزة تسمعها منك بتغنيها لنا، وعايزة أسمعها مرة أخرى في نهاية البرنامج دي. هالة ولاء بتقول لك انا بحب الفنان علي حميده جدا، ومتاكده ان لو كان ما بطلش غنى كان هيبقى من اشهر الاصوات اللي موجوده على الساحه. عبد المسلم بيقول عادل المسلم عادل بيقول ما زلت على القمه وما زالت لولاكي اغنيه كل زمان، ويكفي تواضعك فما زلت المحبوب لنا دائما، فانت عاصمه مرسى مطروح. وفي ابو مريم بيقول لك الف سلام عليك يا لولاكي. ايوه حبيبي. ده الجمهور، يعني الجمهور بيحترم الفن، الفن اللي بيعيش. عايز اسالك بالنسبه، يعني الاول كنا يعني من ضمن الحاجات اللي حضرتك بتقولها انك كنت بتعمل دكتوراه. ايوه. فخلينا نفهم دكتوراه في ايه، ووصلت بيها كمان لايه؟ يعني انا عملت الماجستير في رواد آلت العود في النصف الثاني من القرن العشرين. في العود. وحاكى هذه الرسالة لناس كتير قوي. قال رواد الغناء في النصف الثاني من القرن العشرين عازفية بالموسيقى في نفس الستايل يعني. أنا عملت برنامج تجريبي مقترح مبني على الألحان الشعبية في مرسى مطروح لتطوير الأداء عند دارسي العود في اسكندرية. واو. موضوع جامد. جدا. ليه اسكندريه؟ لان اسكندريه اقرب ناس يسمعوا اغانينا في مرسى مطروح. اغاني مرسى مطروح. وبعدين بجيب التراث كله واطلع منه منهج. فهل الطالب قبل المنهج ده مستواه زي ما يكون بيلعب منهج، او المنهج التقليدي كان مستوى احسن؟ فكانت رساله شائكه الى حد ما، يعني انك انت تخش تفاصيل القبائل وطبيعه اهل مرسى مطروح والغناء بتاعهم، رغم الغناء في مرسى مطروح محدود، أغاني مناسبات فقط. يعني ما عندناش نقول الشاعر فلان بيألف أغنية أو فلان الفلاني بيلحن أغنية، لكن عندنا التراثيات دي اللي لعبنا عليها طبعا. طب يعني حاج دلوقتي لقبك إيه غير المطرب علي حميدة بعد الدكتوراه؟ أنا دكتور في أكاديمية فنون وخبير. خبير. خبير. بنظرة الخبير ودكتور، إيه اللي اتغير في مزيكة الثمانينات والتسعينات عن مزيكة اليومين دول؟ هي السنس بتاع الثمانينات كان أقرب للآلات الوترية والحاجات دي، حتى ولو كانت الآلات الإلكترونية. لكن بعد كده أفورت المسألة. احنا في عصرنا وفي عهدنا كنا بنغني بعد مرورنا على لجان استماع تعتمد الأول كمطرب. أكيد. وأغانينا كانت تاخد ناس كتيرة اترفضت. كتير جدا. وبقوا نجوم فيما بعد. بعد كده موافقة المصنفات، لازم انت مين عشان تغني؟ يعني انا ما دخلت الاذاعة غنيت لأم كلثوم وغنيت كده عشان اعتمد الاذاعة. وسجلت بتاع اربع اغاني للاذاعة. اربع اغاني للاذاعة. فدي حاجة. دلوقتي اي حد ممكن يغني. اي صوت ممكن يلعب اوتي تيون ويغني. مع العلم في اصوات جامدة جدا، يعني في مطرب جديد عندنا والله كل ما اسمعه ابكي. مين؟ اسمه احمد جمال. احمد جمال. بيغني. احمد جمال رائع الحقيقة. موال مصر ده. كان متسابق في أيوة. احد البرامج اكتشاف. لا صوت ملوش حل. ومحمد شاهين برضو صوت جامد جدا، كان واخد المركز الاول قبل منه. فدي ناس انا متفائل بيها خير. بتتابع الشباب يعني؟ طبعا. بتابع، لان الواحد حزين من حاجات كتير بتحصل على المزيكا طبعا. يعني امبارح سمعت اغنيه في اذاعه يقول الثقافه مش في الاوبرا، في العتبه وفي شبرا. يعني ايه الثقافه مش في الاوبرا؟ لا دي في العتبه وشبرا حاجه كده. صح. ده تقرير مصيبه دي يعني. الا الاوبرا اكيد من حضاره طبعاً مصر طبعاً. يعني بيتقال ان جيلكم من اكتر الاجيال اللي ظهر فيها مطربين عملوا شهره كبيره قوي اول ما ظهروا، وبعد كده اختفوا زي ابراهيم عبد القادر وزي ناس كتير. تفتكر ليه؟ حتى حميد الى حد ما، سيمون، انوشكا، منى ابو غني، حنان، ناس كتير. ايه السبب؟ حتى بعد كده محمد الحلو.
علي الحجار، الناس دي الى حد ما برضو ايه انا عايز اديهم لقب اللي اختشوا ماتوا. اللي اختشوا ماتوا، ماتوا يعني ناس رفضت تواكب هذا الشكل من الغناء فقعدوا سكتوا ما رضوش يغنوا، رفضوا هذا الاتجاه اللي للاسف حتى الاعلام بيتبناه يعني، ودي عمليه خطيره جدا. يعني انا اشكر هذا البرنامج انه بيفحت في الناس اللي عملت بصمه حقيقيه واصوات جيده، مش بصنف نفسي ولكن للزملاء الاخرين، وده شيء كويس قوي من خلال محطه النجوم، من خلال محطتكم، خلال البرنامج ده بالذات تحديدا يعني، فدي مهمه جدا. لكن لما تشوفي اللي موجود دلوقتي المنتوج دلوقتي ما هوش الراقي قوي، ولكن املنا كتير قوي في الناس اللي قلت لك عليهم دول. اكيد اكيد. طيب قبل ما نطلع للفاصل اللي جاي، قرينا في مره كده تصريح لواحد من كبار النقاد الفنيين في مصر، قال ان جيلكم كنتوا بتحاربوا بعض. الكلام ده صحيح ولا لا؟ اقول لك على حاجه، وكنتوا بتستغلوا بعض وحاجات كده؟ لا، انا كنت بغني ومين اللي بيرد عليا؟ محمد محي، علاء عبد الخالق، هشام عباس، محمد الحمائي، محمد محي، حميد الشاعري، فارس، دول كل الفوكال بتاعي كنت اغني برد عليا. استاذ فين الحرب دي؟ حسام حسني قال كده، كان أيوة. لو ما حدش لقيناه مش موجود من الكورال كان ممكن هشام عباس يدخل يغني طبعا. يعني كان ده الجو العام. وفي بقى يعني فين بياخد اجر وفين ما بياخدش اجر، واحيانا لهم مش عارفين، لا كلهم يعني كلنا المجموعه اللي قلت لك عليها دي يعني دول الناس المحترمه اللي كانت موجوده معانا. كنا بنغني فوكال لبعضين، انا غنيت فوكال مع حنان لما غنت. انهي غنوه؟ والله ماني فاكر، اظن البسمه ابتسمت او حاجه زي كده. ف احنا كنا بنتعاون جدا، حميد كان بيقودنا كمان وكان بيغني معانا، يعني حميد في اغاني كتير جدا مغني معايا فوكال. طبعا لان اغنيته تنجح. فكنا بالعكس ما كناش نكره بعض، كنا نحب بعض، كنا نسال بعض ونتقابل مع بعض. دلوقتي انا ما بقابلش حد، ما بشوفش المطربين الجداد، واحيانا اشوفهم بس ما افتكرهمش، ما اعرفهمش يعني. هنعرف بعد الفاصل وبعد النشره الاخباريه تفاصيل عن علاقه العود وبورده وبعلي حميده والاستاذ بليغ حمدي، تفاصيل بعد الفاصل. محطة النجوم مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. آخر محطة في محطة النجوم مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نعرف بقى ايه حدوتة وعلاقة علي حميدة بالعود والعملاقة وردة والعملاق الأستاذ بليغ حمدي، ايه القصة؟ هو يعني هي زي قصة فيلم شارع الحب كده. وردة قالت لمحمد الحلو أنا عايز أستاذ عود. كنت أنا لسه خريج ومعيد جديد يعني. فقال لي وردة كذا كذا، طبعا كنت حقع في الأرض يعني، وردة عايزة مدرس عود وهكون أنا؟ تيجي إزاي دي يعني؟ بس اللي قاعدة جنب الصنباطي وعبد الوهاب وبليغ حمدي بيلحنوا لها هتسمعني إزاي؟ فالمهم خدني معاه. فداخل بقول لها أنا جبت لك الأستاذ. قالت له خليك تفضل خش. دخلت فبتقول لي هو ده؟ قال لها هو ده. قلت له لا ده صغير قوي ازاي يعني ما ينفعش يدرس العود. فقال لها اسمعي بس. المهم قعدت معاه ودرست العود وبقينا اصدقاء جامدين قوي يعني. حبيتك قوي قوي، وانا وهي كنا بنتكلم بلهجتي ويتكلم بلهجتها، متفقين كتير قوي. وحضرت معاه تسجيلات وكنت بخرج معاه في البرامج والحاجات دي والحفلات كنت اروح معاها. فقالت لي ما حدش يسالك علي حاجه وتقولها. فانا امانه يعني قالت له ما حدش يديك كلمات تقول لك مش عارف، ما حدش يديك لحن يقول لك. بقت الناس فعلا عرفتني ان صديق ورده، اعتبروني يعني سلم الى عشان يطلعوا يوصلون. محمد قال لها علي بيغني وبيلحن. فرفضت تماما اني اغني قدامها او امسك العود عازك عازف قدامها. ليه؟ طبعا انا اسود، ده انا بدي الدرس بالعافيه. والله كانت هي العصر كده تكون فريش يعني، اروح لها الساعه 4 5 كده. ف انا قاعد في حفله قاعده خاصه كنا بنتفرج على فيلم عمر المختار،
وكان قاعد الاستاذ بليغ حمدي وقاعد الاستاذ عبد الله غيس وكانت نبيله عبيد وعلى ما اذكر يعني في شقه ملحن كبير الاستاذ يوسف مهنا اللي ملحن ليله 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 الله ملحن كبير. ففي واحد جاي راكب من الكويت وحاطط ورده حمراء كده في انبوبه واخدها من الطياره قدامنا، فبقى يعلقوا على كلمه ورده ورده مش عارفين بيربوا كلام على مين، على بليغ حمدي. طب فالاستاذ يوسف حاول يطلع الموضوع، قال لهم على فكره ورده بمناسبه ورده علي بيدرس الورده عود نسمع منه حاجه الورده بقى وكلام من ده. بليغ حطني في دماغه طبعا. انا على فكره طاهي من الدرجه الاولى يعني. بجد؟ طبعا انا بطبخ رقم واحد اللي هو تحت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده المعلومات الجامده دي؟ اي حاجه تخطر على بالك والحلويات على اي حاجه يعني. حلويات اكتر. بالنسبه بالمناسبه دي ان حميد اول امبارح عك في برنامج تلفزيوني على اكل اكل الليبي عكها جامد. ايوه ما حدش بيحط ست قوالب مع الاستاذه اسعد يونس. ايوه مش كده يا حميد عشان الاكل بقى توحش. فالمهم ان بليغ قال لي احنا بكره عندنا حفله في الشاليه بتاعكم في صحاري هاوس. زمان كان في حاجه اسمها صحاري هاوس، شاليهات بعد الهرم كده. ايوه فرحت له قال لي تجهز الاكل، فعملت له 100 ورق عنب وحمام مشوي على الفحم وعملت مكرونات مش جوحتك. انا جعانه. واخده بالك؟ ايوه واخده بالي قوي. وقعد يسالني بيقول لي مين بيزورها ومين بيروح عندها وكلام من ده. فطبعا كنت ضنين قوي في اجابتي يعني موحد يعني بقول لها بقول له مثلا كريم، كريم ابن اخوها ابن اخوها مسعود. فيقول له مين؟ ما ارضي اقول له مين يعني هتبقى شكلها مش حلو. فحكيت لي ورده قلت لها حصل كذا كذا كذا، قالت لي اوعى تتكلم مع حد عليا من ورايا. سجلت لها شريط موجود عندي، شريط اعتبر نادر من النوادر اللي عندي. شريط وأنا ايه؟ شريط وانا بس بدرس لها عود. بجد؟ حوار بيني وبينها وكلام وكانت بتعك جامد في الاول بعد كده بقت كويسه جدا يعني. الله عرفتهم على بعض بقى في النهايه؟ لا هي رافضه تماما. هي رفضت خالص. هي رفضت. وهو بليغ حمدي هذا الرقيق العملاق الموسيقار العملاق كان بيحبها قوي قوي. بين هي اتجرحت منه جامد فانا ما دخلتش، ما احبش اتدخل بين اتنين في حساسيه بينهم. اكيد طبعا. وقتها كنت مقدم ايه يعني؟ ده كان في انهي مرحله في حياتك؟ كنت لسه في سنه، وكنت لسه متخرج معيد. لسه متخرج معيد. اكيد الاجواء دي زرعت جواك حاجات يعني كتير جدا، خلقت جواك برضو الحس الفني. تختار ايه وتحب ايه؟ حضرت حاجات كتير، حضرت التسجيلات الادعيه بتاعت ورده كلها اللي عملها الموجي وكلمات عبد السلام امين، حضرتها كلها في اذاعه الشرق الاوسط. يعني كتير قوي. دي حدوته اول مره اعرفها. يعني الحدوته دي. ايوه. كليب لو بس ليله. ايوه. في ناس علقت عليه وقالت انك ظهرت فيه مع موديل اصغر منك في السن، انت استقبلت ده ازاي؟ هي اصغر مني يعني كان عندها 7 سنين مثلا. مش عارف. لا بالعكس كانت تلاقي عليا قوي، انا كنت مستكبره عليا. مستكبره؟ طبعا طبعا. مستكبره عليك؟ لازم كنت انا لسه كتكوت يعني. ده زي كده قصه الفيلم؟ انا عملت الملاكي وانا عندي 7 سنين. 7 سنين؟ كان سني 7 سنين ساعتها. احسبيها لغايه دلوقتي هتلاقيني كام سنه؟ 17 دلوقتي؟ مثلا. لا ما بحسبش انا بعد كده. بعد ال 40 ما بحسبش. ده مشكله والله. لا بالعكس كانت البنت لايقه عليا جدا وكانت هايله. البنت شفت الكليب. كانت هايله فعلا. اغنيه جامده والاخراج مازن الجابلي كانت جامده قوي. طيب لو رحت بقى لجزئية تانية، يمكن لما نقول لولاكي كده فهو علي حميدة، لما نقول اللوك بتاعك شكلك فهنقول علي حميدة. أيوه. عمرك ما غيرت شكلك ولا تسريحتك ولا اللوك بتاعك؟ في حين يمكن بعض النجوم دلوقتي بيحبوا يغيروا من شكلهم كتير، انت عمرك ما فكرت انك تغير شكلك؟ لان انا طبيعي كده. قبل ما اغني احنا في مرسى مطروح مشهورين بالشعر الطويل. زائد ان انا مره قصيت شعر شويه، ناس كتير قبلين في الشارع زعلانين، ولا احنا حابينك بشعرك الاولاني. يعني انت جربت. غريب. انا مره كنت في راكب تاكسي ولابس طاقيه وعامل تلفيحه زي كده مغطي وشي كده يدوب بين عينيا، فلقيت سواق التاكسي بص مني كده بيقول لي انت شبه الحميده.
والله العظيم تشبه. قلت له اه فعلا ناس، قال لي الله ده انت على حميده، صوتك على حميده. قلت له يا عمر الشريف يعني معروف للدرجه دي؟ اه والله. قال لي والله العظيم انت على حميده، واخد بالك؟ فانا استخبيت، ما استخبيتش. السحر بتاع العينين والجمال ده ما يستخبش. ليوناردو دي كابري، ايوه، ابن ام دي كابري بيغير مني عشان فيلم لولاكي. ليه؟ اصل انا كنت حمسها التيتانيك. لا يا شيخ. بس ما رضيتش عشان الساعه والتاج عنده. يا جماعه مش مشكله، اكتشاف. قابلته قعدت معاه، حبيبي ده، حبيبك كان في العتبه بيشتري جزمه. لا والله. طبعا ماشي في الشارع. لا 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 تمام تمام، اكيد اكيد لولو اكيد. ده ملوش حل خالص خالص خالص. ليوناردو عمل لنا ازمه في مصر كلها، مش كده؟ لجميع الفئات. طيب اغاني المهرجانات نوع من الاغاني بيحقق حاليا نسبه كبيره جدا كمشاهده على اليوتيوب. اذا طلب منك انك تشارك مع فرقه من فرق المهرجانات كديو جديد دويتو، توافق ولا ترفض؟ اوافق. توافق؟ طبعا. اوكي. اوافق ليه بقى؟ من سياق فكري، يعني انا اكون من فكري انا اعمل شكل معين. مش وحش، مش الناس حابة الشكل ده. استعمله حتى كريتم معايا. وليه لا؟ ليه لا؟ عمرك ما ترفض حاجة زي كده؟ التجريب. هل تفتكر بعض الناس فاكرة يعني هم فاكرين مثلا ان ممكن علي حميدة يرفض فبالتالي ما بيعرضوش اصلا؟ لا كلهم عرضوا علي. طبعا ما مغنيتش معهم. حيرة الاختيار. حيرة الاختيار. وتوقيت الاختيار. لازم في وقت معين مش اي وقت. لا انا طبعا ما ليا راي في الحاجات دي، ما تبقاش اغنيه لدرجه من مجرد انها رقص وخلاص وازعاج وكلام من ده، لا. لكن انا بقول لو انا عامل فرح وقالوا لي هات واحد بتاع مهرجان ولا فلان المطرب الكبير فلان الفلاني، الفرح هيبقى نكد لو عملها لنا. ليهم دور. صح. ليهم دور في شكل معين. صح. ولكن الاصوات كاصوات غناء بتغني، ما لا فيش. لا. مين أفضل مطرب في مصر حاليا من وجهة نظرك؟ مطرب جديد الاثنين اللي قلت لك عليهم دول، أحمد جمال ومحمد شاهين. كمطرب تاني بيطربني مدحت صالح، الأستاذ مدحت صالح. طبعا. طيب مين بتستنى أعماله؟ يعني بتبقى دايما حابب تعرف عمل إيه، قدم إيه، بتتابع أعمال؟ والله أنا بتابعهم كلهم، يعني كل المطربين حبايبي بحبهم. بس أنا مشكلتي أنا أم كلثوم، يعني انا لازم اسمع ام كلثوم. يعني امبارح سمعت اغنيه الاولى في الغرام والاهات، حاجه صعب يعني، حاجه عيب اللي بيغنوا، نقول لهم عيب بس نعمل ايه، نتوقف عند كده. طيب لو هسالك بما يعني سيره كوكب الشرق ام كلثوم اللي ملهاش اي مقارنه اصلا، افضل مطربه في مصر حاليا من وجهه نظرك؟ امل ماهر. امل ماهر. امل ماهر. ولسه امل ماهر ما غنتش لغايه دلوقتي. أمل ماهر ده تصريح يا جماعة. لو لقت الشغل الصح والعمل الصح، أمل ماهر هتكون مطربة، المطربة اللي بعد ليلى مراد وأسمهان وأم كلثوم هي يا أمل ماهر. تمام. حقيقي. المحطة دي خلصت، والمحطة الأخيرة نبتدي فيها كده ممكن لو حتى سؤال ونرجع نكمل بعد الفاصل. محطة النجوم. مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. آخر محطة في محطة النجوم مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية في محطة النجوم على نجوم اف ام ونجوم تي في، وما زال ضيفي اللي منورني الدكتور والفنان استاذ علي حميد. يا حبيبي. دلوقتي في المحطة الأخيرة يمكن هنتوقف عند غنوة بسم الله يا ساتر. أيوة. بسم الله يا ساتر دي كانت غنوة مع مصطفى كامل. أيوة. وأغنية الناس حبتها جدا، بس اللي عايزين نعرفه ليه اشمعنا اخترت مصطفى كامل تغني معاه دي؟ مش اخترت مصطفى كامل، مصطفى كامل اختارني. مصطفى كامل طبعا اختار. انا بالنسبه لي مصطفى كامل قيمه فنيه، انا بحبه. بحبه، بحب شغله، بحبه كشخص يعني. بيقول لي انا عامل غنوه راكبه عليك. فرحت لقيت مين موزع غنوه؟ يحيى الموجي وطارق مذكور
وامير محروس، يعني ثلاثة موزعين كبار يعني، ده اسامي كبيره وقاعدين في استوديو ام 1 يعني، مش ممكن يعني. سمعت الغنوه لقيتها جامده جدا، فغنيت انا ومصطفى. كنت ايامها تعبان بقى، كنت بغني وانا قاعد على الكرسي، طلع عامل فيها صلاه عبد الحي. اه والله انا دايما كل اغاني بعملها وانا برقص حتى في الاستوديو. يعني حميد كان يموت من الضحك علي وانا بغني وانا برقص. ليك طقوسك يعني. يعني طقوس فنيه. يعني عجبتني الغنوه جدا وعملت صدى عند الناس، بس ما تصورتش. لو اتصورت كان عملت صدى اكتر بكتير. اوكي يعني. كان رد فعلك ايه لما عرفت ان مصطفى كامل ضم الاغنيه لالبومه؟ ايوه وسط الدنيا زحمه، ده شرف كبير لي. انبسط طبعا، يعني مصطفى ناجح وله بصماته ومؤلف جامد وملحن جامد، بالاضافه انه مطرب. ليه قلت ان الغنوه دي او يمكن اتقال على لسانك انها خرجتك من حاله ياس؟ ممكن. ممكن. طبعا. مصطفى هو اللي كان بيجي لي وخد بايده يلا بينا كذا كذا، وانا حسيت فيه التشجيع. شجع. طبعا، انسانه جدا. موجه له تحيه الحقيقه. يعني. تمام. بعد الغنوه دي اتعرض عليك اعمال فنيه كتير، سواء افلام سواء كليبس، معرفش ده على حسب اللي احنا عرفناه. ولكن الحاجات دي او الاعمال دي حضرتك رفضتها. أيوة. رفضتها ليه؟ اقول لك، كانت مقوله قالها عادل امام زمان، العمل الفني ينقسم لحاجتين، يا مبلغ كويس قوي يا عمل كويس قوي. لكن اعمل عمل اي كلام حتى لو كان المقابل جدا جامد، ما مش هحبه انا. تحافظ على اللي انت قدمته. زي ما تعمل اي تتر مسلسل في رمضان. سمعنا انك هتقدم تتر رمضان الجاي. مسلسل فلقيت المخرج يكاد يكون هو اللي هيلحنه ويغنيه مش انا. يعني لقيته بيقول لي تبقى جمله كذا ومش عارفه، ما انا ما احب، انا انت عامل لي تتر او اديني الموضوع السيناريو كله اراه وعلى اساسه الكلام ده انا هلحنه. يبقى فكري انا وانا عامل شخصيتي فيه. لكن ما تجيش انت تفرض عليه سكه. هو وعين. يمكن عايز يوصل لك احساس العمل الدرامي اكتر بما انه عايشه من خلال السيناريو. هعرف الكلام ده ومن خلال ما هو هيحكي لي الحدوته. يعني هل هو كل واحد بيعمل لحن المخرج يقعد يطبل له ويغني له؟ لا ما تجيش. اكيد لا ما تجيش. بس يعني رفضت فعلا عمل تتر عمل درامي، ورفضت عمل فني كمان. فيلم كان من افلام التجاريه رفضت. خلاص يعني انا بعد تامر حسني ما عمل افلامه كلها سلسله افلام ناجحه جدا وجامده جدا، وهو شخصيه. ايه رايك فيه؟ انا احبه قوي، بريش قوي هو، يعني حاجه متنوع. مطرب وبيغني صح، بيغني صح، بيغني صح، بيقول المقام صح، واذا اراد ان يغني شرقي هيغني شرقي لان ابوه مطرب. يعني عمي حسني شريف ده راجل مطرب، وكان له الحان، لحن له الموجي ولحن له سيد مكاوي ولحن له ناس كتير قوي. طبعا. ده عمل 12 مسلسل ابوه ما شاء الله. فهو هو معجون فن الحقيقه، اتربى في بيئه، وبعدين ملحن جيد وشاعر جيد وصاحب فكر حلو وممثل رائع. لا ممثل ده ملاش حل، مهضوم زي ما بيقولوا كده. مهضوم كتير يا مهضوم والله. ولك تقبريني شو حلو شو حلو. لما اتسألت عن الأغنية اللي احنا كنا بنتكلم عنها، وفي ناس من بعدها يمكن حبوا ان يتعمل لك ألبومات غنائية. أيوة. من بعد الغنوة دي. ايه اللي حصل؟ لازم تكون شركة كويسة. وفي حاجة غريبة جدا، أكبر شركة منتجة في العالم العربي 3 مرات يطلبوني وأروح لهم نتفع الشغل تمام التمام، ولحن لفلان وفلان 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 بالإضافة للشغل بتاعي، أطلع من عندهم على المستشفى 3 مرات. مش عارف إيه الموضوع. والله العظيم نجمك خفيف ولا إيه؟ ما تعرفيش إيه الحكاية. الناس أنا مستغرب الحكاية دي جدا. ده وقت ما كنت تعبان يمكن؟ يعني وقت ما كنت تعبان، بس ما بقاش للدرجة دي. يعني مش إن أنا أروح أمسك العود عشان ألحن أنا نفسي المستشفى. ما تجيتش يعني. بس الحمد لله انت دلوقتي زي الفل. الله اكبر. يعني ما شاء الله. من ساعة ما بقيت الحمد لله كويس ما كلمونيش. مسخرة يا كمان حمود. في الفترة اللي فاتت كمان قدمت اغنية يا وليدي.
يا وليدي. مع حميد الزين. حميد الزين. يعني ايه يا وليدي؟ يا ابني. يا ابني. يا وليدي بنصحه، يعني انا قام بدور اب ودور ابني. ولد مجتهد جدا حميد الزين. الصوره هي بتجمعكم. ما شاء الله شفتي جمالي. والله العظيم بس الهواء رفع الشعر كده بوظ الدنيا. بوظ الكرباج. ده في مرسى والكرباج. ايوه. فده على البحر في مرسى مطروح، بس البحر ما كانش باين. كانت جميله في منطقه حلوه في مرسى مطروح. بتحب الغنوه دي؟ هي من الحانك صح؟ الحاني هي موضوع كلمات فوز الليسي والحاني انا، وحميده غناها كويس، وانا اهم حاجه عندي هو يغنيها كويس. حلو. وعندي اصوات في مرسى مطروح، انا عندي مضرب جديد بدوي اسمه ثابت السعدي. ثابت السعدي. او ثابت سعدي. ده صوت جديد بدوي وبعمل له لحن حاليا وهفكرك بيه. يعني بتحضر له لحن الفتره القادمه. بحضر له. في انتظاره. اسم الغنوه ايه؟ لغايه دلوقتي احنا محتارين كذا اغنيه، فلسه بنجهز يعني. ان شاء الله تعجبك. ان شاء الله تبقى حلوه. اكيد الله. اكيد. ربنا يكرمك. هل صحيح انك عرضت على الكينج محمد منير انك تقدموا مع بعض ديو؟ لا انا ما عرضتش عليه يعني، هو ولكن هو عنده فكره، لان كان الموضوع يتبناه الاستاذ محسن جابر. كنت حامل ان هو غنوه بقول انا من الشمال وهو يقول انا من الجنوب. انا من بحرها وسحرها، هو يقول انا من نيلها ومش عارف واثارها وايه. وفي الاخر خلاص يعني كل واحد يمجد في منطقته، بعدين في الاخر خلاص نقول انا من مصر. يعني اللون متباين ما بين الباديه وبين النوبه. ولكن في الاخر احنا مصر. حلو. فانا اتمنى هذا الموضوع ان يظهر للناس، وانا متاكد الكينج لمسته ولمست نجاح برضه. طبعا. واخد بالك؟ ما هو ايه اللي معطلكوا طيب؟ مش معطلنا حاجه. يعني الصوتين مع بعض هيبقوا قنبله الحقيقه. واهل منير في اسوان يعتبروا اصدقائي، المرحوم اخوه فاروق كان حبيبي. كنت بروح اسوان، بروح له البيت عندهم يعني. اخواته كلهم مع انتوا على علاقه جيده يعني. منير حبيبي، منير مني. يعني انا من منير ومنير مني، يعني طبيعتنا واحده. زمان كان بيقول لي عايز اكل مكرونه من ايدك، بقول له فتره ما اكلش يا منير تعالى كل مكرونه تاني عندي عشان نحب بعض. ايوه يا ريت. يا ريت دايما المحبه تدوم يا رب. ان شاء الله. اتقال برضو انك هتقدم غنوه جديده مع شعبان عبد الرحيم، الكلام ده مظبوط؟ هو ما فيش فكر دي، ممكن ولكن تبقى اشاعه يعني. وليه لا يعني، انا ما رفضتش حاجه زي كده ابدا. شعبان ده شعبان زي سكر عسل. والله العظيم بتلقائيته وطبيعته وعلى فكره بيغني مواضيع اجمل من اي حد. بيغني في المواضيع الحساسه دايما. شعبان. طيب المحطه دي انتهت وهنروح لتذاكر. تذاكر تذاكر في محطة النجوم مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لمحطة مهمة جدا 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 جدا. اغلب الجمهور يعرف ان اغنيتك لولاكي حققت نجاح كبير جدا، ويمكن كمان فاق نجاحات كتير سبق ونجوم يعني ما عرفوش يوصلوا لنفس النجاح اللي وصلت له اغنية لولاكي. لكن اللي كتير بقى ما يعرفوهوش ان الغنوة كسرت ارقام قياسية في التوقيت ده بارقام المبيعات. اهو معانا على نجوم تي في صورة الشريط لولاكي بالكفر. دروب شركة مش مصرية على فكرة. والله؟ طبعا. بعلي حميدة وحميد الشاعري كمان. ده اللي مكتوب على انا اول مره اشوف البوستر ده بجد. طبعا غلاف جديد على ال حققت وقتها مبيعات عمرها ما حصلت. فاكر وقتها حققت مبيعات قد ايه؟ بعتوا كام نسخه؟ اقول لك انا، جميع شركات العالم العربي توقفت عن الانتاج وبقت تطبع في الشريط. يعني ده مقياس. قيل من ساعتها 80 مليون. يعني 80 مليون. مليون. تخيلي كل بيت في العالم العربي فيه شريط، او ثلاثه واربعه وعشره كمان. يعني الاخوه العرب كان بيشتروا بالعلبه. انا سمعت ان كان بيبقى فيه منافسه ما بين الشباب مين يبقى عنده شرايط لعلي حميد اكتر، لان الشريط طلع بكذا لون. بيقول لك انا جبت الالوان كلها. بقى لون الشريط نفسه حاجه غريبه قوي. لغايه دلوقتي بقول لك انا بخش حفله لولاكي اساسي. يعني وفي اجود منها، في حاجات اجود منها، لكن الناس حابه لولاكي. خلاص لولاكي. وقت في البداية خالص وانت بتخلق الغنوة دي، لما قريتها
ما حسيتش انها ممكن تكون غريبة على ودان المستمع، ولا شفت فيها يعني وقتها قررت وشفت فيها حاجة مختلفة وحسيت بالنجاح فيها؟ انا وسامي الحفناوي وعزة الجندي لما عملناها مع حميد، على فكرة الغنوة دي ما كانش هتنزل في الشريط، ما كانتش هتنزل في الشريط أساسا. ولكن في آخر لحظة حد نسمع الغنوة مليون مرة ما نشبعش. الشريط كله حلو، يعني بنت بلادي زينة، حبابة، تحرق نار المكتوب، عني تبعتي، واخد بالك؟ فمجموعة غريبة جدا وشكل غريب ومش عارفين ايش بيعملوا. انا وسامي خدنا الغنوة وشغلناها في عربيته وقعدنا نلف القاهرة ليل نهار نسمعها. رحنا احد الملاهي بتاعت الباركينج، البارك اللي هي حاجات زي كده ملاهي بيسموهم، الملاهي، شغلنا الشريط قلب الدنيا، الناس راحت ملمومة مش ممكن. واحد سوداني سمع الشريط قال لي ده انا عايز الشريط. قلت له ب15 جنيه، ساعتها الشريط كان بيتباع ب3.5 وحاجة زي كده. قال لي اشتري، اشتري شريط ذاته. قلت له ما فيش ذاته دلوقتي لان المنتج لسه. الاغنية طلعت الساعة 9 صباحا يوم الاثنين، فاكر ان كان يوم 14/7، وكان يوم اثنين الساعة 9 الصبح. 14/7 سنة كام بقى؟ كان 88. انا ما كنتش عارف امشي في الشارع الساعة 11 بعديها بثلاث ساعات. تخيلي بقى، لقيت لك مصر كلها بتقول لك طفشت، رحت اسكندرية قلت لك اسكندرية مقلوبة، رحت مرسى مطروح لقيت الدنيا مولعة. قلت ايه الحكاية؟ استقبلت ده ازاي؟ لا بالصلاة طبعا، قعدت احمد ربنا واشكر فضله ان بعد المجهود الجامد ده والجبار ده انا اتبهدلت في الشوارع وما كنتش لاقي مكان انام فيه وحاجات، ما حصلت اشياء كتير. ودرست على اعلى مستوى واعتمدت في الاذاعه ملحن ومطرب، فلازم محصلها صح. الناس بتستكتر عن الكلام ده. وبعدين الاغنيه دي كانت على مصر. يحكي لي بقى انها كانت على مصر، يعني اتقال ان الشاعر عزة الجندي كان كاتب الاغنيه لمصر. وكانت كلماتها بتقول لولاكي مصر ما غنيت ولا حبيت ولا دقيت على ايدي ثلاثة وشمات. لولاكي يا مصر ما غنيت ولا هز، قول بقيتها. لولاكي يا مصر ما غنيت ولا حبيت ولا دقيت على ايدي ثلاثة وشمات، ميم صاد را. لولاكي ما حبيت ولا هز الوتر كياني، لولاكي ما عانيت ولا كنت عمري أعاني، ما انت الهوى والشوق والعشق والمعشوق، ليكي أنا غنيت لولاكي يا مصر وحبيت. كان كده دخلتها يعني، كانت كده دخلتها. فاحنا قول لا كإنتاج ما تنفعش شريط في شريط يعني. فقالوا إن احنا نعمم الحب ونخليه الحب شمولية الحب لكل شيء، يعني لمراتي لحبيبتي لماما لبيتي كلها لولاكي. ولكن هي مبنية على الوطنية، يمكن ده جزء طبعاً برضو من الحماس اللي كان جواك. ظهرت من قلب عز الجندي وطنية، واحنا غنيناها كوطنية عشان كده طلعت بالباور بتاعها الجامد ده. طب ما تيجي بقى نسمع المستمعين بقى من بداية الحلقة وهم عايزين يسمعوا. بعد ما موتوني بالمكيف بتاعكم ده تديني برد بره وجوه اتجمدت صراحه. يعني حته كده لان الناس مشتاقه تسمع صوتك واحنا مشتاقين نسمع مش صوتك. لا مش هسمعها، هسمعها حاجه من صوتي. حته من صوتك من لولاكي. لولاكي لولا 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 لولاكي لولا 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 لولاكي ما حبيت لولاكي لولا 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 لولاكي لولا 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 والله ما غنيت الشمس تطلع لا 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 الشمس تطلع لا 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 بدر السماء عيالي لا القلب يعش لا 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 القلب يعش لا 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 لي يا عزيز غالي انت الهوى والشوق والعشق والمعشوق ليكي انا غنيت ليكي انا غنيت ولولاكي لولا 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 لولاكي لولا 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 يعني تسلم الحنجرة والكلام الحلو ده. يا رب يخليك. نطلع لفاصل بعد الشهيصة الحلوة دي والمود الحلو ده ونرجع نكمل معاكم في محطة النجوم مع نجم لولاكي. محطة النجوم
مع هند رضا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.